انا ليا بنت متجوزه بقالها 4 سنين. ايوه. وخلفت ولد، والولد ده هي ولدت قيصري، وعلى فكره ما فيش حد في العيله خالص عندنا بيولد قيصري. الولد ده ايه؟ معلش بس انا كويس حضرتك يعني بتقولي ولدت قيصري والولد ماله؟ لا ما فيش، الولد ما فيش بيه حاجه، لكن هي ولدت قيصري. تمام. حد القيصريه في حد ذاتها بالنسبه لها عملت لها يعني صدمه شويه. المهم ولدت وبقى كويسه، وبعد 20 يوم جالها الام جامده للمراره. رحنا لدكتور بيها، قال دي لازم تتشال المراره وقتيا. عملنا عمليه المراره، ودكتور كبير عملها لها وشلها المراره. هي في حاله نفسيه من يومها ان هي في اي حاجه هتموت. غده لبنيه مثلا في صدرها محتقنه وتعبانه، بيجي في دماغها على طول ان عندها حاجه. ابنها تقعد تلعب في رقبته، لو شافت اي حاجه تقول عنده حاجه وحشه. وديناها لدكتور واثنين وثلاثه، مفيش اي حاجه عضويه عندها. ودينا لدكتور نفسي، قال ده وسواس قهري. هي عايشه دلوقتي على ان في اي لحظه هيحصل لها حاجه او هيحصل لاولادها حاجه. الحالة دي زادت لما ولدت الولد الثاني بقالها شهرين. تمام. كل شوية تلعب برضو في الولد الصغير وتلعب في الولد الكبير وتروح للدكتور. هي جالها إمساك وإثارة، راحت لدكتورة قريب في السعودية. هي في السعودية حاليا بقالها شهرين من وقت ما ولدت، سافرت. الدكتورة قالت لها، بتقول لها أنا عندي إمساك وإسهال، قالت لها اعملي لي إشعة على الغدة الدرقية. عملت إشعة على الغدة الدرقية، تقول لها ده أنت عارضة نفسك على دكتور جراح. دخلتها في متاهة تانية، وفي نفس الموال ان احنا بنعاني منه بقالنا 4 سنين. فمش عارفة اعمل ايه، وبتاخد ادوية والدكتور منعها انها تردع لوقت تفاعل الدواء في جسمها. تمام. يعني مثلا تاخديه الساعة 12 ما تردعيش الا الساعة 7. لكن خدت اي دواء نفسي يا امي؟ نعم. خدت اي دواء نفسي؟ ايوه، ما هي الدكتور كاتب لها دواء نفسي، بس انا الحقيقة مش فاكرة اسمه. قصدي بتاخده بانتظام يعني؟ بتاخده بانتظام، ما قطعتوش، بس هو قال لها هتتابعيني على التليفون. الحاله هتقولي لي عليها وعشان ابقى اخلصهولك تدريجيا. طيب تابعينا متى معايد؟ يعني ده زي ما احنا ده مش صوت قهري خالص طبعا، ده توهم مرض. ده اللي احنا بنتكلم عنه، ده موضوع حلقتنا. ده توهم مرضي عنيف جدا. كويس. توهم مرضي على فكره بينزل تحت اضطرابات الاكتئاب، اضطرابات القلق يعني. حسب يعني، لو انا مع السيده الفضيله دي ما عندهاش اكتئاب، لان ممكن جدا يبقى جزء من اكتئاب التوهم المرضي، او ما عندهاش اضطراب القلق العام، جزء من القلق العام عن التوهم المرضي. انا لو قلقان يا رميه بروح لاسوء الاحتمالات. لو طلع اي حاجه بروح لاسوء الاحتمالات. لو ما عندهاش اكتئاب وقلق يبقى ده اضطراب التوهم المرضي، بتاخد علاج بانتظام شديد جدا. في الحقيقه اساسا تتابع مع الدكتور، ما ينفعش بالتليفون، لازم تروح تتعالج مع دكتور في السعوديه هناك.